من جديد أهلا بكم. استشهد فتى فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة المحتلة. وكانت مصادر طبية قد أعلنت إصابة الطفل برصاص الحي بالصدر والقلب، وتم نقله إلى مستشفى بالمدينة حيث وصفت إصابته بالحرجة، ليعلن عن استشهاده متأثرا بجراحه. وبالتزامن شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية وقرى وبلدات مدينة القدس المحتلة، اعتقلت خلالها 16 مواطنا فلسطينيا بينهم أطفال.